كل ما نيجي نقول رونالدو او ميسي الناس تفضل تقارن ما بينهم لحد ما حسينا ان هم انتهوا فعلا وشطبوا كوره. بس سبحان الله فعلا لما بتكون اسطوره وقتها بتحس التاريخ بيفضل ابوابه مفتوحه ليك، بتفضل دايما تقول لك استمر علشان انت تستاهل. انا عمري ما قارنت الاثنين ولا عمري فضلت رونالدو على ميسي في الكوره. ميسي افضل لاعب ربنا خلقه لمس الكوره، واللي يقول لك غير كده يبقى شخص مش محايد. انما الدون او كريستيانو رونالدو ده افضل مثال وقدوه في التحدي والاصرار والعزيمه شفناها في العصر الحديث في كره القدم. رونالدو فعلا شخص ينفع يكون مثل اعلى للشباب والناس اللي بتيأس وبتتحطم. رونالدو فعلا ينفع يكون شخص ناجح في كل امور حياته وعلى قد تعبه بيلاقي عطاء. ميسي ما ينفعش يبقى قدوه علشان دي موهبه ربنا خاصه بيها. وحلقتنا دي بس علشان تسلط الضوء على رونالدو والرقم القياسي الجديد اللي عمله. عايزك تتخيل ان لاعب يستلم جايزة من موسوعة جينيس للارقام القياسية كاكتر لاعب على الارض لاعب مباريات دولية رسمية مع منتخب بلده، 200 ماتش دولي ولسه مكمل ولسه هيلعب ولسه هيجيب اهداف. رونالدو اللي اتكلبت عليه كل الصحف العالمية وبقت ضده بيخليهم دلوقتي يخرصوا ويسكتهم كلهم. رونالدو اللي وقف قدام الفيفا بنفسه في امور كتير قوي في مسيرته، الدعم القوي لرونالدو، اصراره وعزيمته، وخلف منه جمهور اللي منتشر في بقاع الارض لدرجة انه بقى اشهر انسان في كوكب الارض واكتر انسان عنده متابعين على السوشيال ميديا. رونالدو اللي مات في نظر الكل لسه بيلعب وبيجيب اهدافه. رونالدو اللي داخل على 40 مش بعيد تلاقيه بيلعب في كاس العالم 2026. رونالدو الاسطورة اللي ما ينفعش تبخس او تقلل من قيمته. رونالدو اللي لازم لما تذكر افضل لاعبين العالم والتاريخ لازم تقول اسمه في اول خمسة. بس كده. هذا كريستيانو رونالدو، واحدة من أشهر تصريحاته: بالتأكيد أنا أعيش حلم، لا أريد أن أستيقظ منه، محبوك أيضا لا يريدون الاستيقاظ من هذا الحلم الذي يعيشه كريستيانو رونالدو. بالتأكيد يلها من مسيرة حافلة ذهبية قياسية بأرقام مستمرة بتواصل باستمرارية عظيمة وحديث لا تتوقف، الحديث عن 256 سنتي، الحديث عن قانون الجاذبية، الحديث عن قفزة NBA، الحديث بالتأكيد عن وقوف 34، الحديث لا ينتهي يا كريستيانو. المغزرة لك يا حبيب، نعم العمر يتقدم به لكنه ما زال مصارع العمر، مباراته الأكبر في هذه السنوات مع عمره بكل تأكيد. اللاعب الذي حقق 31 لقب ما بين الأندية والمنتخب، 29 بطولة مع الأندية، أكثر من سجل مع المنتخبات من اللاعبين الحاليين، تواجد في القائمة في التشكيلة المثالية ب 15 سنة على التوالي، هداف دوري الأبطال، أول لاعب بالتأكيد في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في ثلاث دوريات كبرى. هذه شيء بسيط جدا من أرقام كريستيانو رونالدو.